حول الموضوع انضم لنا الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية للحديث عن أبعاد هذه الزيارة. دكتور أيمن أهلا بك معنا، هل يمكن أن تنجح الألعاب الأولمبية بحل الأزمة الدولية التي عشناها ما بين الكوريتين؟ نعم خديجة، كما تفضلتم في تقريركم الموقر، الزيارة هي فعلا تاريخية ولكنها رمزية، ولكن لابد وضع في الاعتبار أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي هي في ذات الوقت كما تفضلتم تحوز منصب تنفيذي سياسي أعلى في الهرمية السياسية في الحزب الشيوعي الديمقراطي لكوريا الشمالية، وأيضا باعتبارها نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. حدثت بالفعل قبل ذلك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية جولات المصارعة الحرة، وفي بداية السبعينات من القرن الماضي جولات ما يسمى بدبلوماسية البينج بونج، دبلوماسية التنس الطاولة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية، حينما كانت العلاقات متقطعة تماما، وأعادت هذه الرياضات بعض الدفء لحين أصبحت العلاقات مطبعة تطبيعا كاملا ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. في الحالة الحالية وبعد التأكيدات الرسمية الآتية من كوريا الشمالية بأنه ليس لنا الآن اهتمام أو مصلحة أو حتى توسل بمعنى كلمة التوسل لمد اليد إلى الإدارة الأمريكية الآن، ما بين قوسين الآن، وإلى نائب رئيس الأمريكي السيد بنس الذي أيضا يحتفل مع الكوريون بدورة الألعاب الكورية، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ولكن ربما في المستقبل الأوضاع تتغير ويتمخض. لا تفضلي تفضل. كما قلت كوريا الشمالية قالت بأنه لا محادثات مزمعة مع المسؤولين الأمريكيين خلال الأولمبياد، لكن هذا التقارب وعفوا هذه الزيارة من شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى الأولمبياد، هل يمكن أن تؤدي إلى أي نوع من التقارب ما بين الكوريتين؟ هل يمكن أن تؤدي إلى أي نوع ربما من ملامح أي يعني ملامح ربما تصالح تقارب إن صح التعبير؟ الزيارة هي زيارة بروتوكولية، ليست هي زيارة رسمية معدة بجدول أعمال سياسي تنفيذي أي يتمخض عنه مباحثات ومفاوضات مهمة معينة. الزيارة وبالرغم من الزيارة فالتصريحات الرسمية وصلت إلى حد أن الكوريون الشماليون صرحوا بأننا ليس في لحظة سابقة توسلنا للإدارة الأمريكية أو إلى كوريا الجنوبية، ونحن في تصريح اليوم كان خطير من الكوريين الشماليون إلى نائب الرئيس الأمريكي أن على بلاده الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بأدب وبذوق عام وبكياسة وبدبلوماسية، ولكن الإشارة التي كانت أخطر أيضا أنه بالرغم أن الاحتفال العسكري والعرض العسكري لأكبر جيوش العالم رقم 6 عدا وتعدادا في العالم، جيش كوريا الشمالية الديمقراطية الشيوعية اليوم كانت احتفال طبيعي وعادي ومعتاد، ولكن إذا كانت هناك نية إرادة سياسية لكوريا الشمالية في هذه اللحظة لما كانت دشنت ذلك العرض وذلك الاحتفال بمثل هكذا. نعم دكتور أيمن، ضخامة. يعني هذا واضح من خلال تصريحات. تفضلي خديجة. يعني هذا واضح من خلال تصريحات بأنه ليس هناك ربما أي نوع من أي مباحثات رسمية، وأنه زيارة هي ليست رسمية وهي يعني كحضور يعني ربما رمزي من كوريا الشمالية. شرفي لكن تشريفي. تشريفي طيب. حتى مزبوط. هذا الحضور التشريفي في هذه الأولمبياد، ألا يمكن أن يكون منه أي خطوة باتجاه ربما أي ملامح لأي زيارة مستقبلية يمكن أن تكون باتجاه تقارب برأيكم؟ ممكن. نعم ممكن.
نعم، لأن مثل هذه الزيارات على الأقل تذيب الجليد وتبعث نوعا من حرارة الدفء، ويعني إلى حد ما تقلل من الفتور والبرود في علاقات الدولتين اللتان تعيش الآن أكبر درجات الصقيع في العالم. يمكن ذلك، ولكن ليس في الأيام القليلة القادمة إلا إذا حدث قرار انفرادي علوي من الزعيم الكوري الشيوعي الشمالي لحلحلة الموقف. ولكن حتى هذه اللحظة الأيديولوجية والعقيدة السياسية الكورية الشمالية هي أنه يمكن أن نقوم بحوار ومشاورات وتبادل للآراء، ويمكن حتى أن نحيي اللجنة السداسية للمباحثات التي ماتت منذ أو قتلت منذ عقد من الزمان، منذ 10 سنوات، ولكن القيادة الكورية الشمالية تصر على أن خيارها النووي هو خيار استراتيجي وليس مجال للصفقات والمساومات. شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة. شكرا جزيلا دكتور.